وهذا والتسديده بعد ذلك خطيره خطيره ممكن جول التسديده يرفضها حلوه 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 اللقطه حلوه اللقطه ممكن مره اخرى ولاحظ التسديده وبعد ذلك تسديده اخرى وتشيلسي يسجل الجول الاول ضاعت قبل قليل من وليان لكن الثانيه ما ضاعت سجل وليان اذا الهدف الاول لمصلحه تشيلسي اثاره كل الاثاره تحدث امامنا الان في اللقطه الاولى تالق حارس المرمى ادريان واثناء الحقيقه الاعاده بالعرض البطيء بيدرو مثلا اذا وصلت الى بيدرو عطى بيدرو يسدد جول جول البلوز الازرق يسجل الهدف الثاني الازرق يسجل الهدف الثاني تعامل مثالي من باركلي المتالق الحقيقه